اعمل لك شاي تاني يا بلال؟ لا ده انا بشربه دلع كده يعني. الزبط الزبط منك له ذاكر ذاكر. في ايه ياما في ايه؟ العيال بتنام على راحه وهي بتذاكر. ما هو من كتر جريهم في الحاره طول اليوم. هم دول بتوع مذاكره ومدارس، دول مش رافقين في اي حاجه. قوم يا واد قوم منك له يلا اتخمدوا. ما عرفتش حاجه يا بلال؟ مكتمين على الخبر. طب بقول لك ايه، ما فيش حد كده نديله قشين ويعرف لنا مين كان يوميها موجود في الكمين؟ يا خبر بفلوس بكره يرخص وهعرفه يعني هعرفه. ما خلاص يا بنتي بقى كفاياكي بقى. ما هو سهل عليك انت يا اما سهل. مين قال انه سهل؟ بس هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. تصبحوا على خير بقى. ما انت ايه؟ معلش عشان عندي مصلحه بكره. تصبحوا على خير. بقول لك ايه؟ مش هوصيك لو شميت اي خبر. قول يا رب. يا رب. ربنا معاك. يا رب. مالك يا اخويا فيك ايه؟ تعبان يا سناء مش قادر اروح. يا لهوي ده الواد لما جه قال لي عم فتحي تعبان قلبي وقع في رجلي قمت جيت لك جري. طب قوم اتسند عليا مش هتحس بحاجه. مش قادر يا سناء سكاكين بتقطع في ضهري. لا حول الله يا رب. انا على فكره موصيه الدكتور عطيه اول ما يجي له الدواء ده يبعت لنا شريط منه على طول. ايه تعب الدكتور عطيه وسنين الدكتور عطيه؟ البرشام بيتباع في الروشته ب 10 جنيه وبيبيعوا للمدمنين ب 40 جنيه هيدوهولي. الله يقطع المدمنين وسنينهم. انا عارفه بس الحكومه سايباهم ليه؟ سايباه وسايبه امثاله. ما الدنيا عايصه والغلبان بيموت. معلش معلش قوم يا فتحي قوم بس استحمل قوم اتسند عليا. عفاية واحدة بس هتريحني. أنا ما نمتش من امبارح يا سناء. يلا يلا يا فتحي. معلش يا أخويا اتسند عليا. يا رب. قفلنا يالا. زق عجلك. بدل ما اخرج الطاشر. السلام عليكم، انا تمام يا دكتور عطيه. اهلا 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 اهلا. حتى بالمؤاخذه بقول انا ما خدتش بالي والله. ولا يهمك. اتفضل يا مولانا اتفضل. اتفضلك يا اخويا، انا لقيتك صليت العشاء ومشيت على طول، قلقت قلت انا اطمن لا اكون في حاجه. لا ابدا سلام ده خمس سلام، انا كان عندي بس شويه جرد. ربنا يعينك، ما هو جرد الصيف اشد من برد الشتاء. حلوه. اتفضل يا مولانا اتفضل. الله يبارك لك يا دكتور عطيه. الحقيقة يا دكتور أنا قلت بالمرة أسألك في موضوع شاغلني كده شوية. خير؟ لا خير إن شاء الله. أنا سمعت عن برشام طلع في المقدر جديد موجود في السوق اليومين دول وشباب كتير بياخده، اسمه ترامو طلاوة. أيوه عاوز شريط ولا علبة؟ لا 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 عاوز إيه يا دكتور عطية؟ أنا عاوز أعرف هو البرشام ده بيعمل إيه بالظبط؟ ده مسكن بس سحر. طب لو هو مسكن وبس ليه نزل جدول واتمنع؟ اصل بعد عنك العيال الصيع بياخدوه يعملوا بيه دماغ، بس انا قطعه بقى من عندي. تشرب شاي ولا قهوه؟ لا لا كتر الف خيرك، العيال حاطين العشاء. طب حاجه ساقعه؟ لا والله مش عايز حاجه خالص، انا عايز بس افهم البرشام ده ايه تاثيره؟ فيه ادمان؟ الله، اي حاجه كترتها تعمل ادمان حتى الشاي. لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. يعني هي الناس ناقصة؟ دي الناس ما بقتش دريانة. ده بعيد عندك يهرج جد كمان. يا ساتر يا رب، ربنا ينجينا. طيب أتكل على الله أنا بقى. أظن بقى ده يعني موضوع خطبة الجمعة الجاية، مش كده ولا إيه؟ يعني ربنا يسهل إن شاء الله. أكيد خلي الناس تتوعى. ما بلاش. بلاش للعيال الصيع دول يحطوك في دماغهم يلا السلامة يعني ولا حاجة كده، ما انت عارف. لا لا ما تخافش انا مش هجيب سيرتهم. طمن يا دكتور عطية انا فاهم كل حاجة. اطمن. طب اقعد خد الشاي بقى. ليتين بس يا رجالة. دي اللي جابك هنا. عاوزاك. انت هتستعبطي ولا ايه؟ شاف لي 50 جنيه. انت جاي تقلبيني ولا ايه؟ خلاص مش عايزه. ما جالي يا بت. انت عارف بس بستعمل.
جاي اشوفك يعني فيها حاجه دي. انت ايه ما بتزهقيش؟ تعالى توصل لنفسي كده. امسكي ادي 20 جنيه يلا روحي بقى روحي ولمي نفسك. احبك يا شوي لما تقولي لمي نفسك. حاضر هروح. هترجع امتى؟ انت مالك انت مالك ارجع امتى؟ انت مجنونه يا بنت. امشي امشي روحي يلا. ماشي خلي بالك من نفسك. مش هخلي بالي انا هولع في نفسي هموت في نفسي هنا. يلا بنت بقى يلا امشي ما تخنقنيش. بعد الشر عليك يا بنت. امشي امشي يلا امشي روحي يلا امشي. سلام يا رخي. يلا يا رجاله تاني. معلش انا بس كان يلا 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 ازيك يا عم مبارك؟ ازيك يا جمال؟ ابوك فين امال؟ لسه في الورشه. يبقى سلم لي عليه. حاضر يلا قول له اولع لك النور اهو اداك السين. عصابه عصابه يا ولد. هادي يا بيتا مالك مضلم الدنيا كده ليه؟ يلا بالراحه الدنيا ملبشه اهو. ليه؟ ايه؟ هو لسه نازل قدامي على الباب بيشوخ فيا عشان القرف اللي مرمي على الارض ده. ومين دول عصابه؟ لو انا جمال بيصفر الواد بيتا والتاني بقول له النور عشان يدخل له. يلا سيبك منهم العيال دي شمال. شمال ولا يمين؟ احنا مالنا؟ جبت حجرين خبطتهم من جيب ابويا. يعني ايه ابوك بيغيب من بلبل؟ وبلبل ده حشيشته كلها مضروبه برشام. برشام برشام احنا مش لاقيين، راكب فيها يابا؟ رخم ومدلدل هات. امسك. ايه ده؟ دي البنت سميرة جيبها؟ يعني ايه بقول لك ابويا مراقبني يعني ايه؟ طب خلاص هصرفها. الو. يا سوسو. معلش الدنيا اصلها معتمة اليومين دول. هكلمك انا حتة. سلام على مهلك. بقول لك ايه؟ غير ماتش؟ تعالى للشيفشينج. خش على ميسي ده عمره ما يتنسي. يلا. طب ما تشرب الشاي. اشرب. طب انا هجيب النهارده الكمبيوتر. ما تجيب، حد عايشك؟ بيطلع بكام الكمبيوتر ده؟ قصته مريح قوي. هاتوا. على الاقل يريحك من الفلوس اللي بترميها كلهم في النت. هاتوا العلق. هجيب لك الاقصى. عصابه. استلم يا باشا. مالها دي؟ مصنفات. وده اللي حاصل. دي شويه شرايط بستلزق بيها. وبعدين خلاص جت عليا انا. ده انا بجري على ايتام. بس يا بنت صلاح. يا باشا شوف لك سالفه في المحضر ده وانا داخل الحمام. ماشي ماشي يا باشا. خلاص انت يوسف روح انا خلاص المحضر. ماشي. اسمك ايه؟ منى عباس احمد. منى ايه؟ عباس احمد. معاك خطاب؟ ضايع بس معايا صورتها. بدل انت مفتحه كده يعني وشغاله في الشرايط المضروبه ما لقيتيش غير المهندسين تروح تسرح فيها؟ ما تروحي اي منطقه شعبيه عشان ما حدش يشوفك. شعبيه مين يا باشا بس؟ مين هيدفع لي 10 جنيه في الشريط في المنطقه الشعبيه؟ ما هو لا مؤاخذه ما بيدفعوش غير في المهندسين او الزمالك. شكلك كده مش وش بهدله. هعمل لك محضر اساعدك فيه. اقعدي. تسلم يا باشا. هكتب لك محضر وان شاء الله رئيس المباحث يمشيكي من هنا، ما تروحيش النيابه. تسلم. قلت لي اسمك ايه؟ منى. منى ايه؟ منى عباس احمد. احمد قبل شويه بقول لك عبد الله
الليله على 11 كده في نقله ردم. صحصح معايا. بره ولا جوه؟ بص، هم دافعين للحي حق نقله وهم خمس نقلات. ايوه كده حركنا، خليها تفك. عايزك بقى ما تجيبش عمال معايا. المهم اللي يرفع الردم. انا هبعت لك عيلين من عندي تدي للنفر فيهم 20 جنيه في النقله. 20 جنيه كتير. حلو، ما تطمعش. امتى بقى نطلع من عربيه الزباله دي ونشوف لنا حته عربيه اجره كده ندلعها وتدلعنا؟ هيحصل حلاوه، بس انت ركز معايا، الحي ده ياما طلع ناس للسما. ياما خد ناس على المجاري وعلى قدي. مين؟ حكومه. صباح. الو. اه صبوحه. هي عبد الله الحان امي تعبانه قوي. معرفش انا مالها كده هيخلص. انا بيجيني في الو. الو. خلص يا رب. استحملي ياما. مش قادر يا بنت. روحي بتروحي يا بنت. حد الشر ياما عني. قومي ياما البسي. مش قادر. قومي البسي يا عبد الله جاي هيودينا المستشفى. مش قادر اتحرك يا بنت. قومي ياما. اسم الله عليكي. الحقيني يا بنت. اللي جرالك بس ما انت كنتي كويسه. مش عارفه يا اختي. تعالي ياما. مش قادره اقف يا بنت. الحقيني يا بنت اسنديني. ان شاء الله خير ياما. ان شاء الله خير. دكتور قال لي الكلى تعبان. ما صدقتوش. قومي ياما اسندي على قومي يا بنت. اسندي عليا ياما. اعمل لك حاجه تاكليها؟ مش نفس. قومي ياما. يا لهوي. طب البسي ياما. البسي. الحقيني. البسي ياما. ايه ده يا بنت؟ في الشبشب الاسود اتقطع مني ياما وانا داخله بالحمام. ولا بيتدخل بالحمام. هتوديني المستشفى بشبشب احمر يا بنت. معلش ياما. امري لله. استني. احمر احمر. يلا يا بنت. البسي ياما. امري لله. يلا ياما. ولا قولي لي يا اختي عامل معاكي ايه؟ بيديكي مصروف؟ هي 10 جنيه يتيم وعايز يجي يلاقي المحمر والمشمر والطبيخ. قال يعني ما هوش عارف انها ما بتكفيش حاجه. طب وانت بتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ اهو يوم فول بقوطه، يوم فول نابت، يوم عدس، يوم بصاره. اطبخي يا جاريه منين يا سيدي. والواد جمال عامل معاكي ايه؟ اهو عيل هعمل له ايه؟ بس عينه تتدب فيها رصاصه في الراحه وفي الجاي. هعمل ايه يا سناء؟ هروح فين؟ بس يا ايه ده؟ انت خلاص قلعت الاسود يا ست ساميه؟ لا لا يا اخويا، انا بس كنت بغسل. هقوم اغير اهو. حاضر. ازيك يا سناء؟ نحمده. ايه توك ما افتكرت يا اختي؟ ساعة ابوك الله يرحمه يعني ما حدش شاف وشك. الدنيا تلاهي يا سعيد. وبعدين على الاقل انا بروح للتربه. اخس عليكي يا سناء، ليه ما بتقوليش نيجي معاك؟ يا اختي اللي عايز يروح ما بيستناش حد. استنى يا سعيد عايزاك. خير، اتفضلي اتكلمي، مفيش حد غريب. عايزين نشوف محامي ونعمل اعلان وراثه، ولا هنفضل نستنى كده كتير؟ اسمع كلامك يا صدقك، اشوف امورك استعجب. منين يا اختي بتروحي له التورب؟ ومنين انت حنينه قوي عليه وبتتكلمي في الميراث وابوك لسه الاربعين بتاعه ما عداش؟ الحزن في القلب وربنا عالم بالقلوب، لكن كمان على راي المثل ان كنت اخوات اتحاسبوا. حساب يوم الحساب يا اختي. انا مش هفتح بقي بكلمه الا بعد الاربعين حسب وصيه ابويا الله يرحمه. لهو كان ابوك قال لك استنى الاربعين؟ قال لي روحي اساليه. ماشي يا سيد، نستنى الاربعين. اهو مش بعيد، ولا انت مش واخد بالك؟ لا يا اختي واخد بالي، وحاسبها بالدقيقه والساعه والثانيه. اسم الله عليك. فوتوكوا بعافيه. الله يعافيكي. احطي تغدي معانا يا سناء. يا اختي ما طلعتش من بوقي صاحب البيت. هعزمك في بيت ابوكي؟ انت اللي قلبك كله ثواب. ربنا عالم ما في القلوب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختي. مع السلامه يا سناء. استغفر الله العظيم يا رب. مساء الخير يا اما. سلام عليكم يا اخوي، انت شايفني لابسه برنيطه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حاجه. يا سلام، التاريه يا اخويا التاريه. صفيه عامله ايه؟ بعيد عني جمة، الكلى بتاعتها مفشفشه. معلش يا اخويا، عندها واحده تانيه، بس انت قول لها تبطل اكل السوق. عملت ايه يا واد؟
ابطلي المعاش؟ اه هو كان معايا، ما اعرفش راح فين. لا ده انت نهارك يبقى اسود. امال اسود يا رب. اهم اهم. ها اتفضلي يا اما. ايوه اتفضل. اسمع، لو جرى له حاجه تاني البنطلون مش همدي ايدي عليه. ايه ده يا واد؟ دول ناقصين 20 جنيه. ما انا جبت شويه عصير وانا عند مصباح في المستشفى. طب وانا مالي؟ مش نسايبك؟ ادفع انت. لما اقبض هديهم لك. مفيش مره يا واد تقبض لي المعاش وتجيبه سليم ابدا، لازم تعفرته. يما دول 20 جنيه يا امي. 20 جنيه يا امي؟ طب يا اخويا ما دفعتهمش انت ليه؟ لازم تفنجر على حسابي. يا رب. هتدعي عليا يا واد. انا بقول يا رب، ما اقولش يا رب. ال 20 جنيه دول يكونوا عندي بكره. هيكونوا عندك بكره وفوقيهم بوسه. بوسه؟ لا انا كنت فاكراك هتقول لي فوقيهم 20 جنيه زيهم. انما اعمل ايه؟ كلمه الحق تقف في الزور. وادي البنطلون. سيبيني انام شويه بقى، الله يكرمك. انام انام. هات الراديو ده يا واد. هات الراديو. اتفضلي الراديو. على مهلك. في حاجة يا جدع؟ لا مفيش. مادام مفيش بتحوم ليه حوالين المنطقه؟ قلت لك مفيش حاجه يا خفيف. انت عبيط يالا، ما تنطع انت منين؟ جرى ايه يا بلال؟ جرى ايه؟ الباشا البلوكامين الجديد بتاع الاس. ها؟ لا مؤاخذه يا باشا، اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل. يا ساتر. اتفضل. مؤاخذة. هقوم اعمل لك شاي. لا شاي ولا حاجة، الواحد نفسه مقطوع طول النهار مش شاي. طب انزل اجيب لك حاجة ساعة. لا ساعة ولا سخن، اقعدي معايا شوية. معلش بقى البيت مش قد المقام. لا ده حلو قوي. دي صورة ابوي، الحكومة قتلته. ده حد من عندكم الاسم؟ ربنا ما يكسبه يا رب. اتفضل اتفضل اتفضل. معلش بقى تعبتك في المراقبة. وانت عرفت اللي انا كنت براقبك ازاي؟ ما هو الباشا رئيس المباحث لما قال لي امشي انا بصراحه ما صدقتش. وانا ماشيه كده كنت حاسه ان في حد ماشي ورايا. لا ما حصلش كده، هو مش شاكي وخلاص. امك دي؟ اه دي امي واخواتي الاثنين. ابويا سابنا بقى الله يرحمه نقعد في الدنيا. مين معاك يا منى؟ ده صلاح باشا ياما، هو اللي خرجني من القسم وجي ورايا عشان يطمن عليا. اه على فكره سعاده البيه وشرف النبي، بنت بتشتغل بشرفها وملهاش في الشمال. معاك موبايل؟ ساعات ولما بتزنق ببيع. طب امسكي الكارت بتاعي فيه كل الارقام بتاعتي، لو احتجت حاجه كلميني. ده انا حدوشك. ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ مالكيش دعوة انت. لا مفيش داعي يا بيه. حاجة بسيطة للعيال. امسكي. كتر خيرك. السلام عليكم. حاجتك يا بيه. لا مؤاخذة. السلام عليكم. شرفت. تسلم خطويك يا بيه. شرفت ونورت الحيط. خلصنا يا كابتن بقى، ما كلتش الجارده دي. يا عم الصبر، الصبر دي انا بكلمه اهو الصبر. يا لهوي يا مصطفى، اهدى اهدى انت اهدى يا عم اهدى. ايوه يا سامي ازيك؟ انت فين يا عم؟ يا عم انا قاعد مقدر الناس هنا، ما تنجز بقى.
بابا دي واقف مستنيك اهو. يلا سلام. انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت لي اقعدي في البيت قعدت من ساعتها لا بترد على تليفوناتك ولا سائل فيا. يا بنت هو انت مراتي مالك في ايه؟ وبعدين ايه؟ انت قافش عليا زله. يعني كلامك اتغير يا شو. ايه اللي اتغير؟ هو انا كنت وعدك بالجواز ولا كان في ما بيننا مصلحه؟ افهمت افهمي انا زي اي حد في الحاره هنا، عايز ماشيك يبقى تمام، عايزك تمشي عدل، وانا مش هقول لك الكلام ده تاني. وانا مش هتغير يا شو. خلاص ولع الجاز. ماشي يا شو، ماشي. ايه يا عم روميو؟ كلام الشو. انت فين يا عم؟ معلش المصلوب بس انت عارف. طب يلا يلا بس استنى بس انت واخدنا على فين؟ هاخدك على فين يعني؟ على فرح. والعود بقى يعمل ايه في الفرح ان شاء الله؟ يا عم العريس عايز يسمع عود، انت مالك انت مالكش فيه. يلا يلا يا عم. خلاص طيب. يلا يلا يا رجاله. السلام عليكم. تعالى اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا وشو البنت تاني دي افشاك عايزه منك ايه؟ قلت انا صاحبك هي بترازيني وخلاص. ايه ده يا ناس انها ما تروحش تقول لابويا حاجه. يا عم انا ماليش لازمه في الفرقه دي. انا قايل لك العريس عايز يسمع عود يا اخي. هو دماغه كده يا عم سمسم من ساعه ما عمل اللحن الجديد اللي محدش سمعه وهو معرضة علينا. يا عم ما نركوا ده من ساعتها ما عملتش لحن تاني. ورحمه ام ما انت عامل اي حاجه في حياتك. ماشي يا عم الموسيقى. يا بنت تعويرة ماشية رايحة فين دلوقتي؟ يا بنت اركبي علاجك معانا. لا تروح تدي لهم. ماشي ناوي تستن بيها ايه مش جاية؟ دول تروح تفتح بيهم وشك. يا بنت اركبي العجل خف من الشارع مش هتلاقي الزبائن دلوقتي. ايوه هو ده الكلام الجامد قوي. دماغي عالية قوي. بتضرب ايه؟ أي حاجة وكل حاجة. حلو الموبايل ده. اتفضلي. قولي بقى هتدفع كام؟ اللي انت عايزاه. 200 جنيه. ليه بس كده؟ خلاص 100 بس هي ساعة واحدة بس. انا هاخدك البيت ونطلع بعض بقى، انا قاعد لوحدي يا بنت. انت هتتجوزني ولا ايه؟ يوه. انا نشاطي سيارات وانزل قبل اي لجنة، هو ده نظامي. هتيجي ولا مش هتيجي؟ قلت لك انا بنتي ناس. وما بركبش غير عربيات. مش عاجبك نزلني. لا واضح انك بنت ناس فعلا. ويلا بقى اتكلي على الله. يلا في داهية. الله مش موزة ركبت معاك العربية وطرتها لك. هات 20 جنيه بقى. 20 جنيه ايه؟ يلا يا بنت اتكلي على الله. الله انا عرضت نفسي للخطر بقولك هات 20 جنيه. 20 جنيه؟ اه. يلا يا بنت اتكلي على الله لا اكسر لك دماغي. يلا يلا غوري. بقى عرف يا بنت الحرامية. فين الموبايل يا بنت الكلب؟ ها انا في حقي. فين الموبايل؟ قومي بقول. ها فين الموبايل؟ فاكراني سايح ولا ايه؟ ها ها اما مالك يا بنت مدهوله في راسك كده ليه؟ انت مالك خليكوا في اللي انتوا بتشربوه. طب ما تيجي يا بنت تعالي تاخدي لك نفسين يمكن تنسي الواوا. هات يا نغ هات يا نغ من زي قرعه مفت بره البنت دي. مقصوفه الرقبه دي؟ اه. مش هنخلص بقى من الوابور ده صيف شتا جبتوا لنا الرب. يا ريت يجي لك وياخد عمرك. يا ريت. خلي البيت ينضف. بيت؟ هو فين البيت ده؟ انت بتسمي الخرابه دي بيت؟ روح يا اخويا اطلع شوف البيوت عامله ازاي والناس شكلها ايه؟ ربنا عماني عشان ما اشوفش خلقتك. قابلي يا رب. ما تكتمي يا بنت وما تعليش صوتك مالك. روح يا اختي شوف مين اللي بطحك على راسك. اهو من لفك وبرمك في الشوارع طول الليل. قعديني وانا اقعد. اصرفوا عليا زي بقيه الناس.
توبي على اللي انت فيه واحنا نصرف عليكي ونستتك. هتوب من بكره بقى هقعد في البيت، بس عايز اكل واشرب والبس زي ما انت في الحاره لما نشوف بقى. يا ريت ان شاء الله حتى انزل اخدم في البيوت، المهم تقعدي. طب انا يطلع الصبح وكلام ما يبقاش زبده. هي فين؟ هي فين بنت الكلب دي؟ اقعد يا اخويا ما توسخش ايدك اقعد. افتح يا واد انت مش سامع. السلام عليكم. عليكم السلام يا حضرتك. يا دي الكسوف صلاح باشا، وايه لازمته ده كله؟ حاجه بسيطه عشان العيال. انت واد ليهم والله انتوا ما تربيتوش ليهم العيال. احبابي اتفضل. يا اهلا وسهلا، اعمل لك كوبايتين شاي. يوم حاضر يا حبيبتي. كده يا منى. ده عشان انا؟ وليه تكلف نفسك كده يا باشا؟ ما بلاش يا باشا دي، قولي يا صلاح. يا لهوي، اقول لك صلاح حاف كده يعني؟ اديكي قلتيها اهو، شك الدبوس. نزلت الشغل النهارده ولا ايه؟ اه نزلت وبعت 10 شرايط. وشك حلو عليا. تكسبي كام يعني من الشغلانه دي؟ يعني 15 ساعات 20 يعني حسب رزقي. لو جبت لك شغلانه بنفس المبلغ ده تشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا سعادة الباشا، يا ريت على الأقل تتلم من الشوارع. بس أنا يا دوب بفك الخط، ولا معايا شهادة ولا صنعة. الشغلانة دي مش محتاجة الكلام ده، هتشتغلي في مشغل وأحلى ما فيه إن كله حريم. خلاص يا بت اسمعي كلام سعادة الباشا. اتفضل. صلاح صلاح يا أمي، خلي البساط أحمدي. امي روحي انت يا خالتي، يا خلاص بقى كويس. ويا دي معقوله يا بنتي؟ اسيبها وامشي؟ روحي انت يا بنتي، تعبانه من امبارح. اروح فين بس؟ المايه يا اختي المتلوثه هي السبب. ده انا لما باجي اشرب بشم ريحه مجاري. وامك دي ايه؟ عبيطه؟ تسيب نفسها لحد ما توصل لكده؟ ما يا خالتي ياما قلت لها حللي ما سمعتش كلامي. صباح. انا جبت لك العصير والجبن، ها؟ وجبت لك انت جبنه مثلثات اللي بتحبيها. تسلم يا عبد الله، روح انت عشان شغلك. طب مش عايزه فلوس؟ لا ربنا يخليك معايا. يا بت معايا والله. انا مش عايزك تقلقي، الدكتور طمني وقال لي ان شاء الله هتبقى كويسه. باذن الله هتبقى كويسه. يا رب يا عبد الله. ان شاء الله هتبقى كويسه. طيب انا هحافظ عليك بكره الصبح، ها؟ بكره الصباح. خد كارت التليفون ده خليه معاكي. عشان نتكلم بالليل يعني. حبيبي يا عبد الله، فاكر ان تليفوني ما فيهوش شحن؟ طبعا يا بنت فاكر، كنا النهارده مسؤوله مني في كل حاجه. خلاص؟ خلاص. بقول لك يا صباح. ما فيش حاجه تمام، قطايه صغيره بس. انت رايق. مش يلا يا اخويا، يلا يا اخويا انت وهو اقلعوا يلا عشان تستحموا. ليه ياما؟ الله يا واد انت نتنت. يلا خلصوا. ما ترد يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله، انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا هو انا هتاجر فين؟ قلت لك حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه. هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. اذا كان كده ماشي. كفايه منى بقى يا حبيبتي، اللي جرالنا مش ناقصين. الراجل هيجي لي بالليل ياخد البضاعة ويسلمني فلوس، يبقى كده خلصنا. ايوه صلاح باشا. لا معلش، اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. نزل فل. انت بتكتبها الراجل كده ليه؟ صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش، الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلك للعوزه التقيله. خلاص هبقى اكلمك واشوف كرايه.
يلا بالسلامة. بالسلامة. انت بتضحكي على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما روحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه 300 ولا ال 200 ملطوش اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرض يا حبيبتي راح المشغل وسال عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسال علي انا حر. يا بنتي حرام عليك، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل. مقبل على نفسه مش عليا. روحي حمل عيال احسن ريحتهم طلعت. اعملي اللي انت عايزاه. اعملي موظف الحي موجود في الحاره، لو شافنا مع بعض هيقولوا بيعملوا شغل. اخلص. طب هلغيك بسرعه انت. قولوا خلص. بكره هتستلم 500 لمبه هتسلمهم من قسم التركيبات، دول هركبوا في رمض الحي كله وانا مش في الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام. هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. ارشم حياتك. سلام عليكم حبيب قلبي. يا اوامر. مع السلامه. سلام عليكم. سلامه. ورنالي استنى يا باشا. كنت امبارح كنت بتقولي يا صلاة، النهارده بقيت باشا. الحاجات دي مش بتاعتي، دي بتاعت الواد اللي جاي. يا بجحتك يا بت، ده انا ماسكك تلبس قدام. قدامك فين راسك؟ اديني فرصه. والله العظيم ما عملت حاجه. استنى بس اسمعك. انا مش مسجله. هتضيع. ابوس ايدك. ابوس ايدك. هتضيع. انت مش عايزه تسجلي. هتضيع. ده انت عايزه يدق على وشك مسجله. تضحك عليا. قلت لك كنت في الشغل قدام يا بت. اسمعني بس. اسمعك ايه؟ اسمعني بس. بس ضيعتني. غصب عني. والله العظيم غصب عني. ده انت ضيعت فرصة عمرك. بتسمعي يا بت؟ انا كنت عاملك بني ادمة. بتضحك عليا انا؟ بتبيع مخدرات؟ ده انا بديكي فلوس من ديابي. والله العظيم ما كنت بايعها. دي شوية شغل فاتهم يا ابويا. قلت اخلص منهم. والله العظيم ما بتاجر فيهم. والله العظيم ما بتاجر فيهم. بتجيب المسكنة دي منين يا بت؟ بتجيبها منين؟ ده ليه الكلب عمره ما يتعدل؟ صحيح الوسخ وسخ. عملت كده ليه؟ عملت كده في ايه؟ انت فاكرني يعني هصدق ان واحدة زيي تحب واحد زيك؟ ده انا ورايكم عيال. ولا تكونش فاكر ان الخاتم ابو 500 جنيه هو اللي هيخليني افكر فيك واسمع اغاني حب. اصحى يا باشا اصحى. انا بفكر في اخواتي هياكلوا بكره ايه. خد الخاتم بتاعك. خده واديني على الاسم. بس يا بت الخاتم ده احسن من عيني. بوريني بقى شوف امك واخواتك ازاي. قدامي على الاسم. قدامي يا رحم. يوسف عصام بيه موجود؟ طلع من مرايا. خد البت ترميها في الحجز. هتشقطوني المعد ده تعمل المحضر ونخرج. كلبشها ورميها في الحجز. يلا يا بت. يلا. ازيك يا حبيبي؟ اهلا. ازيك يا ابو صباح؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. كويسه دلوقتي؟ نبي تعبانه ابو كريم تعبانه قوي. طب تعالي تعالي اقعدي ارتاحي. لا مش عايزه كرسي. طيب تعالي. عنك. شد حيلك امال. الامر لله من قبل من بعد اخويا. مالك كده تعباني؟ سايباني في حالي. هي سايبه مين يعني؟ الناس كلها تعبانه. الميه الميه ام صباح هي سبب البلاوي اللي احنا فيها دي كلها. اعمل لك شاي؟ لا لا ما هو ميه برضه. بس على الاقل ميه مغليه. بقول لك ايه؟ نعم. هو في موضوع كده كل مدى اكلمك فيه يطلع لي ميت عفريت يسهى عليا. تحت امرك يا اختي. قول. انت دريت طبعا بالجمعيه اللي كنت عاملاها مع منصور ابو سعيد. الله يرحمه. دريت. بس اجيب لك من الاخر. سعيد مش هيدفع. والعلى سعيد فعن ايه؟ ده الدين على ابوه لازم يدفع. ده الراجل يتقلب في النار. حرام عليه كده. اعوذ بالله. بينام ازاي ده؟ بينام وبيرتاح. استغفر الله العظيم. طب برضه النبي كلمه ابو كريم
ما انت عارفه انا بجهز البيت وحياه النعمه، وحياه النعمه دي على عيني يا رب. والله العظيم ما عارفه اجهزها ازاي بعد الجمعيه ما راح. والله العظيم ولك صاحبك على عيبه، وانا عارف عيبه، بيموت في القرش ومستعد يعمل اي حاجه عشان القرش. اي حاجه انا واللي الحوايا من وراك يا اخويا. الناس ما بقتش تخاف ربنا. ده يا اخويا ده هات ايدك. يا الله يعمل اي حاجه. ايه اي حاجه؟ انا هتغضب ربنا والسلام. معلش انا هكلمه، بس انا عارف ان انا بنفخ في قربه مقطوعه. معلش عندك حق، بس اكلمه برضه. امري الى الله، امر الى الله يا اخويا. ما تقلقيش يا ام صباح، هكلمه. انا بيت. وبعدين مفيش ولا واحد اشترى انبوبه، مع ان انابيب الحاره كلها خلصانه. طب ما نبيع ب 10 جنيه. انت عبيط يلا، هدي لك في وشك اخنفك. يعني ايه هذا الشمدون انت؟ هو مصلحه يابا في السريع، بنبيع انابيب. والله فكرتني، الانبوبه خلصانه بقى لها اسبوع في البيت، يبقى ودينا واحده. حاضر يابا هودي لك واحده البيت. ولا اقول لك ودي كمان واحده عشان الست كمان فاضيه. كفايه واحده يابا، دي ب 20 جنيه. مستخسر في ابوك يا ابن الكلب. 20 جنيه يا ابن الكلب؟ انت لعبت يلمنا ونسوان تبوقنا يا ابن الكلب. حاضر يابا هودي لك اتنين. الله، انا بقول لك ايه تاو، اصل احنا ما بعناش ولا انبوبه لحد دلوقتي، الدنيا واقفه عشان بهايم. في حد يبيع سوق سودا بعاره سودا، الناس مش لاقيه تاكل. هتاخد الانبوبه ب 20 جنيه ما يولعوا بابور الجاز احسن. ولا انتوا ما تعرفوش بابور الجاز يا اخويا انت؟ وهو اللي عايز يبيع حاجه زي دي يروح منطقه راقيه يا بيبي انت وهو. انبوبتين دولت عندك يا يلا يا ابن الكلب، هتبيعهم على طول. اوعى يا قد ما توديش الانبوبتين البيت. هوديهم يا اخي. اوعى تنسى الانبوبتين. مش هنسى، خلاص بقى يا بابا. يا بابا السلام عليكم. يا سلام يا حبيبتي. الله يخليك. يو مالك يا فتحي؟ مليش. امال بتشرب سجاير ليه كده وانت ما غيرتش ريق؟ عمي ما تغير. طب قوم يا اخويا قوم، انا جايبه عيش من الفرن وفول سخن، هدخل اعمله لك، بس انت انده العيال. يلا بقى وانده العيال. يلا 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 منك روح خش جوه. سعيد النهارده يا فتحي؟ شفت عشان كده قال لك حاجه؟ يلا بقى خلص الاكل، تعالى كده يا ابني اقعد اقعد. جالك هنا ولا قابلته بره؟ تبشري سجاير من عند ثابت، لقيته في وشي زي عزرائيل. قال لك حاجه؟ هيقول ايه؟ هو ده بيجي من وراه خير. طب امال مالك شايل التين فوق دماغك ليه؟ ما نستنى نشوف اخرتها ايه معاه، مش يمكن ربنا يحنن قلبه علينا. حنن قلبه علينا؟ هو ليه قلب عشان ربنا يحننه؟ طب بس يا فتحي، العيال دي لسانها طويل. بقول لك انت وهو اشوفكم بتلعبوا قدام ورش خالكم سعيد، هقطع رجليكم انتوا الاثنين. انا ما بروحش هناك يا خلاص بقى يا فتحي، كل يا ضنايا كل. تعالى يا احمد اما اكلك، تعالى جنبي. تفتكر طلعتنا في ايه؟ طمني، ده ما يجيش من وراه خير ابدا. الله يرحمك يابا، كان ضحك عليها قبل ما يموت ومفهمه انه واخدنا تحت جناحه. انت اللي غلطانه، كل ما يسالك اخوك سعيد عامل ايه معاكو زي الفل يابا. الله يا فتحي، كنت عايزني اقول للراجل ايه؟ الراجل راقد في فرشته وبيلقف النفس بالعافيه، اموته بحسرته بقى واعيش بذنبه طول العمر. اهو كدبت بقى وخلاص. خلاص كل يا ضنايا مر انت وعيالك. خلاص بقى يا اخويا ما تقطمنيش والنبي. وبعدين مهما نحاول يضحك علينا، احنا برضو عندنا الورشه والبيت، هيطلع علينا منهم قرشين حلوين نعمل بيهم مصلحه. كل كل يا فتحي. قرشين حلوين؟ هي لحد ده بتحدف كتاكيت. ده الاشاره. ايه الاخبار عندك يا ريس؟ صباح الخير يا باشا. رانا يا عاوزين نودي الاكل ده لمنى عباس، هي محجوزه هنا، ما بعتهولها ولا
امشي منين؟ ليه يا باشا؟ وانا اجيب لها ايه؟ ما اجيب لها اكل. انت هتطول لسانك؟ خد فتش الاكل ده. اتكل على الله. ولا؟ يا باشا. انت تعرفها منين؟ من حارتها يا باشا. حضرتك شفتني قبل كده. اتكل على الله. حاضر. هو انت مش دخلت لها الاكل اللي انا جبت لها الصبح؟ لما عرفت ان انت اللي بعت ما رضيتش تاكل. طب دخل لها الاكل وما بعتها. اه منى عباس. ايوه. امك بعت لك الاكل ده؟ تعالى يا بنتي وهي ده اكل البيت. جمك طلعت مره قوله قوي يا بنت في الطبيخ. ده تمر مره يشطح بوزك. ايه مره دي؟ لما امك تبقى مره، امال امك انت تبقى ايه؟ امال يا اختي هي مش مره ولا ايه؟ امال انت يا بنت الادم، هو لازم تبقى في السجن؟ لا يا حبيبتي، انا قريب الادم جوه السجن وبراه يعني. انا قلت الادب على روحي. ما انتيش طافحه امي. انت يا بنت ما انتيش قبل مني يا بنت. ما انتيش طافحه. يا نهار كاسكت. ما انتيش طافحه يا وهي. يا ابويا انت لوري نفسك يا بنت. قولي لي ما انتيش طافحه. هوريك لهم. وحياة أمي لوريك. ما تحترم نفسك. توري مين يا مرة؟ بس يا مرة. حاضر يا بيه. من مطر أنت هتروحي على النبى والنبى على السجن. أحسن. ما شافش الأشكال الواسخة دي. إحنا برضه أشكال واسخة. مش مالك اسكت يا مرة ولا أمسح بكرامتك الأرض. تحت أمرك يا بيه. حاضر. حاضر يا بيه. يوسف. آه. كلبش البت دي ورميها في الطرق. يلا فهم. ما تحترمش السجن يا مرة. كل واحد تقعد مكانه. ايه فيا؟ ايه؟ ركبت كام؟ 80. بص هتاخد الكرتونه دي كم مره لحد ما نبيع؟ ها؟ الواد عادل هيفتح محل موبايلات، ها؟ الواد اللي في اخر الحاره ده ويعمل شويه مزيكا على دي جي ورايح على تصريح. قلت له كام؟ قلت له 200. ماشي، التصريح هيكون عندك بكره، اول ما تقفش تتحاسب، ماشي؟ يلا يا ابني بطل لكاعة. يا باشا الدوايه بس بايظه. دوايه بايظه؟ هات هات تتحط جنب اخواتها. كله على الله. اوبا علاوته. ايه يا بنت تاني؟ ليه معورك كده يا بنت؟ ها؟ انت ايه ما بتريحيش؟ اخلع من نفوخي يا عبد الله، انا مش نصاب. طب اقول لك ايه؟ مفيش حاجه لينا كده. حاجه زي ايه يا اخويا؟ يعني حاجه ملوثه تعمل خيال في الدماغ. قوي قوي في دم في ايدي تاخد؟ لا وعلى ايه؟ قولي لي يا بنت مين اللي عمل فيك كده وانا اكسرهولك؟ لا شقي وتعملها. امال ليه ما اخدش منك غير حوارات؟ ما فيهاش غير حوارات، هنعمل ايه؟ ايه الحوارات؟ يا عم الشقي مين دي؟ دي الدفشه؟ دفشه مين يا عم؟ دي بنت بايعه نفسها، سيبك منها. خلينا في شغلنا. هات الكرتونه. يا ست ام منى، ست ام منى، يا ام منى. ايوه يا استاذ تمام، اتفضل اخوي. يزيد فضلك يا ست، بس لو تقدري تنزلي انت يبقى كتر الف خيرك. اتفضل يا استاذ، احنا مش قد المقام ولا ايه؟ لا يا ستي قد المقام ونص. حاضر. طالب. اتفضل. اهلا وسهلا يا استاذ تمام، اتفضل. يا ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بيت بيتك يا استاذ. اهلا وسهلا. تسلم يا كل راضي. ما شاء الله. عيش ربنا يكرمكم ويزيدكم. يا رب يبارك لك يا رب يديك الصحه. الله يخليك يا ست. هعمل لك كوبايه شاي على الماشي. لا 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 شاي ايه؟ انا لسه شارب الشاي في البيت. طمنيني الاول. منى بنتك عامله ايه؟ كانت النهارده في النيابه. ما انا عرفت من الواد بلال. وايه اللي حصل؟ خير ان شاء الله. خدت 5 استمرار، ربنا يستر يا استاذ تمام. لا حول ولا قوة الا بالله.
ربنا فك ديتها وديت الناس كلهم. امسكها يا مولا. يوه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. دول اللي خرجوا من ولاد الحلال الجمعه اللي فاتت، هي حاجه بسيطه بس اهو نوايا تسند الزير. كتر الف خيرك، انا مش عارفه من غيرك كنا عملنا ايه. انا ما عملتش حاجه يا ست، ده ربنا سبحانه وتعالى وولاد الحلال هم اللي بيعملوا. انا بوصل الامانه وبس، وربنا يتقبل. يلا ربنا يبارك. سلام عليكم يا اولاد، اشوفكم خير. ما تصحش، لازم تشرب حاجه يا ستي. هو انا غريب؟ المهم تبلغي سلامنا لبنتنا منى. يوصل يا اخويا. خليها تشد حيلها كده. يقول لها عمك تمام بيقول لك لو مظلومه ربنا هيفكها ان شاء الله. والله مظلومه يا مين؟ بالله مظلومه يا استاذ تمام. ربنا كبير هو اللي بينصف المظلومين. ربنا يديك الصحه يا رب. تسلم خطويك، تسلم خطويك يا اخويا. ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا اخويا. النبي ما انا عارفه انا هصلي في الحرم ازاي وانت كل يوم داخل لي وش الصبح من بره، ولا على بالك يا واد اللي انا فيه. اعمل ايه يا امه؟ المصورات اللي جبتهولي كده والصور طلعت حلوه الحمد لله. الصور طلعت حلوه كسبت صلاه النبي. يعني يا اخويا لو كانت الصور طلعت وحشه مش هحج؟ ايه دي يا امه لما نشوف هنعمل ايه؟ العمايل معروفه يا عين امك، زي ما جبت لي المصورات الاوضه صورني هتجيب لي بتوع الجوازات هنا هو يدوني الجواز، وبتوع البطاقه يدوني البطاقه. جوازات ايه؟ انا ما اعرفش بتوع الجوازات دول بيجوا البيوت ولا ما بيجوش. يا حبيبي ما دام بتدفع هيجوا. ايام ابوك الله يرحمه ما جبت لي هنا هو بتوع الشهر العقاري عشان نعمل اعلان الوراثه. حاضر يا اما هسال واشوف. يا واد انت بتتعصب عليا ليه كده؟ بتتغير كده ليه كل ما اجيب لك سيره الحج؟ خد بالك اوعى اغضب عليك. انا بقول لك اهو مش هسامح لا دنيا ولا اخره. حاضر يا اما حاضر حاضر. ايوه اتعصب يا اخويا وزعق قوي، ارفع لي الضغط اكتر ما هو مرفوع. لو على ايه؟ تصبح على خير يا امي. ايوه ادفن نفسك يا اخوي، ادفن نفسك في السرير علشان ما تسمعنيش. بصيت حفظ يا ابني، انا مسافر مش عايز يا ابني وانا في الغربه ابقى مكروب على امك واخواتك. اطمن يابا، تروح وترجع بالسلام. السفريه دي جت لي بطلوع الروح وانا عجزت يا ابني، عايز القرشين اللي يطلعوا منها اسطر بيهم اخواتك. طب يابا ما تشوف لي اي شغل انا هناك، اي مصلحه، اي حاجه بدل رميتي هنا البلد متكسره. يا ده انا اتحايلت عليك بدل المره 100 وانت اللي كنت نافر مني، كان زمانك دلوقتي صاحب فرن قد الدنيا. يابا ده انت نفسك كرهت الشغلانه. لا ما كرهتش الشغلانه، انا بس اللي تعبت وصحتي ضعضعت مني، ايديا ما بقتش قادره تشيل العده. والله ملك عليا يمين لولا الشغلانه دي جات لي مشرف عمان والله ما كنت طلعتها. نجيب يا دي الصواني خلصني. شغل عم زايد. يلا ودي على الفرشه لغايه السريح ما يجي. طب اقول لك ايه، ما تخليش الواد يتاخر عليا، انا بتخنق من وقفه السوق. يا عم شيل وخلص، انت لسه برضه هتبقى نافر مني. يلا اهو اهو. يلا يا حبيبي يلا، ده انا لسه موصيل الشاي يا دكتور كده يبقى 9 شاي. حطه عندك وروح انت غرفه ستين خراره.
انت هتعد علينا الطلاق خالص وكمان تسع شاي ده كلام برضو. انا عجزت اتعامل تعبت وشقيت وانت عارف ان طلباتكم كتيره ونهت كمان يعني مش مخليه مخلص عليا اول باول وانا كمان لازم اسد ومش عايز اقصر في حاجه. يا تامر يا حبيبي ده كل اللي انا باخده ب 50 مللي بس بتاخد كل يوم يا بابا وهو ده الخطر. الله جمالك يا تامر يا اخي ما تروح تشوف شغلك ولا تروح كليتك وتشوف انت عايز ايه؟ انت عايزين مني ايه؟ حاضر. احنا ما اتجوزناش ليه لغايه دلوقتي؟ احنا رجاله خايبه قوي على فكره، مع ان النفر مننا ممكن يتجوز مرتين وثلاثه. صدقوا ان انا نسيت اتجوز بعد مراتي ما ماتت. انا ما اقدرش اتجوز على مراتي كدب خيبه، كل يوم جايبه اجلي اول باول. انا سمعت ان هي جامده حبتين. يعني انت اللي حامي خلاطك قوي، ما انت متداول في البرشام عشان تسد. ويا ريت نافع. ما تجوزتش انت اللي بقى يا سبع، ما مراتك ودعت هي كمان. اه والله صحيح، مع ان الواد كريم ما عندوش مال. صحيح يا بركه، انت ما تجوزتش ليه؟ خايف منها. بتتكلم بجد؟ يا الله، اصلها لو عايشه كانت قتلتني. عشان كده يمكن ده اللي خلاني خايف مش عايز اتجوز دلوقتي. يا عم ده النسوان فار، كل واحدة عايزة تتجوز واحد ويبقى بتاعها هي لوحدها. اه المساواة، البت زي الولد. يا عم ما تشرب يا عم وتخلص. احنا هنحكي في المحكي، احنا خلاص بقينا فيستيب، ما ينفعش ضعاف لا نفتح بيت تاني ولا تالت. بس انت كف الاولاني. اتكلم عن نفسك. ماشي. احنا مش ضعاف ولا حاجة، النسوان هي اللي بقت مفترية. قالوا يقول لك العوانس كتير في البلد. الله، ما هم لازم يبقوا كتير، كل واحدة متجوزة واحد ومحتكراه، مع إن الحكومة مانعة الاحتكار. إنما لو سمحت بقى إن جوزها يتجوز واحدة واتنين وتلاتة مش هيبقى في عوانس في البلد. الله يا فكرة. طب بس إزاي بقى نقدر نقنع الستات انهم يوافقوا على الحكايه دي؟ بالجزمه بالجزمه عليا اليمين اللي انا متجوز. انا بقول ايه؟ اوعى تخش معايا يا عم. على الباب اهو، الباب اهو. اسمه ايه ده الواد اللي كان معاك؟ علي سعيد احمد يا باشا. اسمه ايه؟ علي سعيد احمد يا باشا. طب ما انت حافظ اهو، ما لبستها بالليل. ازيك يا ابو صلاح؟ ايه يا يوسف. ازيك يا عم محبوب؟ قلت فين يا ابني؟ في المحكمة. ايه الأخبار؟ البنت منى خدت سنة. سنة؟ حمارة، خدت سنة عشان نص فرش حشيش مقطع. سنة؟ هو ده. يا خرجتي ده مطعم شكله غالي قوي. بس شيك قوي. واحنا هناكل بشياكته؟ الله، ما تيجي نشوف لنا مطعم تاني يا حبيبتي. عطيه علشان خاطري، المكان ده حلو قوي ومش غالي. يعني ايه بكام يعني تقريبا كده؟ يا هيخش له في 400 500 جنيه بالكتير. ده غير السلطات وغير الحاجات الساقعه. يا حبيبتي تعالي نشوف لنا مطعم تاني عشان خاطري. يا عطيه انا ليا ذكريات حلوه قوي هنا. ذكريات ايه بس يا حبيبتي اللي اتغرمنا المبلغ ده كله؟ الله، انت بتغير عليا يا عطعطي. طبعا يا حبيبتي بغير عليكي، وانا مستعد كمان اخد لك 50 60 صوره على الباب هنا بالموبايل بتاعي وتعلقين في اوضتك زي ما انت عايزه. اغصى عليك، اغصى عليك بجد يا عطيه. مستخسر فيا انك تعزمني على الغدا في المكان ده؟ لا يا حبيبتي مش مستخسر فيك ولا حاجه. خلاص يا حبيبتي اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي نعيش مع ذكرياتك شويه. هنعمل ايه حبيبي يا عطعطي؟ صادر ضدك بكافة طرق الطعن مقررا في القانون. الشاي يا حبيبي. مالك يا صلاح؟ في حاجة أمه؟ سرحان في إيه يا حبيبي؟ مش خلاص فقت وبقيت زي الفل؟ كل ما أقرأ قانون أو مذكرة ضميري بيأنبني، مش عارف أذاكر خالص.
يا حبيبي ما هو ما فيش حد بيفكر زيك كده. يا اما تسيب الشرطه دي بقى. ليه بتقولي كده؟ يا حبيبي الشرطه دي محتاجه ناس قلبها ميت علشان ما يندحكش عليها. مش كل واحد يعيط دمعتين يبقى غلبان وطيب. طب ما احنا بتنزل عسل بس بتقرص. البنت خدت سنه حبس، يعني خربت بيتها، موتت ابوها وحبستها وهي في رقبتها كوم لحم. قطيعه يوم ما اشتغلت امين شرطه كان يوم اسود. او في ناس كبار بيشغلوها، شغلوا اولاد وبنات، عيال مش فاهمه ولا عارفه حاجه. وبيعرفوا امتى؟ لما يتمسكوا ويتحبسوا، ساعتها ما بيشتغلوهاش تاني. خلاص لو تقدر تساعدها ساعدها، اهي بقى لك الثواب. بقول لك ايه؟ قوم ريح نفسك بقى كده من المذاكره ونام لك شويه. معاك حق. انا عايز ارتاح. طب يا حبيبي. تصبح على خير. امال الرز فين؟ هو بيعه. هنا والشفا. حطي لي شوربه. حاضر. بعد ما تاكلي يا سناء ليه الملايات بتاعه اوضه النوم واغسليه على طول. حاضر. ما ترغي المشوار دوت عشان انا تعبانه النهارده. خليك انت وانا هروح. اي حد فينا يسافر. والله يبقى احسن برضه لان انا تعبان وعندي صداع ومحتاج انام ساعتين. كنت بقول لك ايه يا ست هاني؟ ده بعد اذنك يعني امشي النهارده بدري واجي لك من صباحيه ربنا الم لك كل اللي انت عايزه تغسليه بدري بدري كده. مش هيقعدوا في ايدك ساعه، اغسليهم وانزلي على طول. حاضر اللي تشوفيه. حبستك وحبستك وحبستك فلوس كتير. انا مش بتاعت الحاجات دي. سعادة البي، سعادة البي، انا عندي عليك. يا لهوي يا لهوي سعادة البي يا لهوي. يا امه بتعملي ايه تحت السرير؟ بوضب بكركبة جيلي تحت السرير. كركبة؟ اه. طب نامي يا امه الصباح رباح. اه ما انا حنام. نسيت افوت على خالتك سعديه اديها العلاج حبيبتي يا اختي. لا يا امه ما تقلقيش، انا فوت على خالتي اديتها البوشامه. بجد جدع بنتي فيك الخير. اعمل ايه؟ ما هو اتصلت ما بقتيش مركزه غير في الزباله اللي بتلميها كل يوم من الشوارع. تمثلي ياما، لو انت مفكره ان انا مش اخده البالي ان انت كل يوم بتدوري تلمي لي زباله القطن من الشوارع وتيجي تدفيها لي هنا تحت السرير. بس ورحمه ابويا ياما، ورحمه ابويا، ما انا نايمه على المراتب دي لما تتعمل. وطي صوتك. لا ياما، ما هو هتكوني مفكره ان انا نايمه على وداني. اعمل ايه؟ اجيب لك منين حق القطن عشان اسطرك والمك؟ ايه المك دي ياما؟ الهنا مبعتره؟ مش مبعتره، قاعده تحت الارض. كل يوم والتاني ظبطاكي بتتودودي انت والاسم النبي حارسه. فيها ايه ياما؟ مش خطيبي؟ خطيبك. وانا موافقة. يستحمل مصروفنا. ادي الزبالة اللي بلف بيها. خلاص ياما بقى. ادي الزبالة اهي. خلاص ياما والنبي. اهي. خلاص ياما طيب. وحسك عينك، حسك عينك اشوفك تاني مره معايا على السلم ولا في الحاره، ورحمه امي لقطع خبرك انت وهو. يما كل البنات بتجيب قطن نضيف. سمعناش يعني عن حد لم القطن من الشوارع عشان يعمل بيه مرتبه ولا مخده. أنا عارفة ياما إن ظروفنا وحشة، بس أعمل إيه؟ نفسي ياما أنام على قطن ريحته حلو، مش ريحته قطط ولا كلاب. وبعدين يعني هو أنت فاكرة إن أنا مبسوطة قوي
مش احتضتك كل يوم في الشوارع وقعدتك في الارض وانت بتلمين القطن من الزباله؟ فين يا أم؟ نايمة معايا جوه. ليه يا ابني؟ نايمة ايه؟ ده لسه شايفة بتبص بالشباك يا ابني. يا حبيبي نايمة معايا جوه اهي، تعالى شوف. احنا مش هنخلص من اللي في دماغك ده بقى. مساء الخير يا أم. مساء الخير. بقول لك ايه، في اكل عندك في المطبخ لو عايز تاكل. لا انا اكلت سندوتشين كبده بره. صباح الخير. طب يا اخويا ربنا يقويك. شايفه عمايل ابنك؟ انا مش فاهمه بيشك فيا ليه؟ هو انا بعمل ايه اصلا؟ معلش، مين اللي بيشوفه في الشغل؟ استحمليه. استحمله؟ ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه ومع اصحابي. في ايه؟ هو انا عيله عندي 10 سنين؟ يا بنت ده كل يوم والتاني يجي يحكي لي على بلاوي بيشوفها في القسم وكلهم يطلعوا بنات جامعه. ما هو يا واثق فيا يا مش واثق، واذا ما كانش واثق المفروض بقى ما تعلمونيش وقعدوني في البيت. يا بنت اسكتي اسكتي ووطي صوتك شويه. ما هو خوفك ده ياما اللي مودينا في 60 داهيه. انت عايزه ايه؟ عايزاني يعني املك اضربه لك قلمين عشان ترتاحي؟ اتهدي واسكتي بقى. لا اضرب انا قلمين على وشي. تصبحي على خير. دي من اهله. انتوا مزعلين امكم. لا والله اسال ايه؟ بتقولي جالك يعني؟ اما هو بجح صحيح. لا وايه؟ جايب لي شويه كياس. مشيته وهو قفاه يقمر عيش. ما سجنني خلاص، عايز ايه تاني؟ يمكن ضميره قنبني. ضمير ايه يا ابو ضمير؟ هو ده عنده ضمير؟ قولي لي احسن، عملت ايه في الاستئناف؟ ولا حاجه. رحت لصاحبتك مديحه اتهربت مني. وخالك ايد ورا وايد قدام. المهم فاضل 15 يوم، انا خايفه الميعاد يفوتنا. انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ قولي لي اعمله وانا اتصرف. اتصرفي، بيعي اي حاجه في البيت. ما انت عارفه كل حاجه يا منى، هو البيت فيه حاجه تتباع، ما انت راسي على كل حاجه. كلمي الواد بلال. الواد جدع وهيساعدني لو هيقدر. بلال ايه بس؟ هو بلال هيعمل ايه؟ هو لو قدر هيعملها، ما قدرش خلاص ياما هقضيها هنا سنه ونخلص. النبي حرصه، خالك بعت لنا امبارح 50 جنيه. قولي له يتقي الله، بنت اختك في السجن. اقول لمين؟ ده بلال احن منه عليكي. يلا المهم خدي بالك من نفسك. انا جايبه لك حته فرخه كده سخنه وشويه بطاطس بدمعه. اكلت ولا جعانين؟ يلا بسم الله كده. مش هوصيك يا اسري، الموضوع ده ما خرجش بيننا. اهيب، ده انت اول مره توصلني في طلب. طول عمرها اللي بقصدك. اسمها منى عباس احمد، موجوده في سجن القناطر. بكره هرفع الاستئناف، لسه عندنا وقت. انت شايف يعني ان في امل؟ على الله، بس الموضوع صعب. شوف لنا اي مخرج، ده انت ابو الاساتذه. هي فيها مخرج لو تهمك قوي. ايه هو؟ هو تصايع يشيل القضيه. سهله دي. هات لي انت بس واد يقول انه بيحبها، وان هو اللي اداها الحشيش قبل ما يتقبض عليها، وانت تشهد انك شفته لحظه القبض على منى. طب سيبني لبكره نرد عليه. وانا مستنيك. تسلم ايدك. معرفش انا مستريح عندكم في البيت ليه. ربنا يريح قلبك يا صلاح باشا. ما بلاش يا باشا دي. مش قلت لك 100 مره؟ يا ولا يا امي كل ما تشوفك داخل علينا تقوم خلع. بتفهم. ابقى منظر. بقول لك ايه؟ اوعى تفتكرني كده ولا كده. كده ولا كده ايه؟ ده انا اكتر حاجه بتعجبني فيك اللي انت بت دول.
ومفيش حد يعرف يهزك. ما انت مصحصح اهو. بص يا منى، انا عايزك تشوف لك شغلانه. حاجه كده تاكلك عيش انت وامك واخواتك. نتاجر في البودره. انا بتكلم جد ما بهزرش. منى كمان بهزر. نشوف لك محل في الحاره. محل حلو كده، اه حاجه تتلمي فيه. الدكاكين في الحاره بقت غاليه. بكام يعني؟ 60 50. يا بيت ايجار جديد 10 سنين ولا حاجه، ندفع لنا كام باكو كده؟ وكل شهر 200 300 جنيه، وما تخافيش طول ما انا موجود محدش يقدر يخرجك منه ابدا. وده هنبيع فيه ان شاء الله؟ اي حاجه، شرايط، افتحي بوتيك، بيع فيه دباديب، اي حاجه. انا بجد كده مش عارف ابص في عينك. ها؟ ليه؟ جمايل مغرقان. انت تستاهلي كل خير يا ماما. والله. وانا ان شاء الله خلصت لك موضوع المحل ده في ظرف يومين. طب يلا قوم، انا هشوفك بكره صح؟ طب هعد عليك. طب قوم يا راجل، عندك شغل. احنا قاعدين شويه. قوم. مع انه والله الواحد ما بيزهق من القعده. يلا. مش عايزه حاجه؟ سلام. الله يسلمك. يلا بقى. تقطرني ولا ايه؟ لا سمح الله يا باشا، وانا اقدر اقطرك؟ حد برضه يقدر يقطر الحكومه؟ بس انت بالرجوله كلها تفهم في الاصول ولا مؤاخذه، يعني احنا رجاله زي بعض يعني. ولا ما تخليش اشوفك كتير، هحبسك. خطفتها من على طرف لساني يا باشا. على فكره انا ساكن هنا، ما تقعد تشرب شاي يا باشا. ما تقعد تشرب شاي، هيعجبك، شاي تقيل. مش عيب يا منى، مش عيب يا منى تقعدي انت والجدع ده لوحديكوا، ده حتى اخواتك مش موجودين. ده كلام. يخرب بيتك يا لي، يخرب بيتك، انت بتشك فيا؟ انا ما اقدرش اشك فيك يا منى. طب اقعد بقى، اقعد. مش فاهم بس الناس هتقول ايه لما يلاقوك انت وهو قاعدين لوحدكوا في شقه. ناس مين يا بلال؟ ناس مين؟ الناس دي كانت فين وانا مسجونه ومحدش سال فيا؟ انا عارفه طبعا انك انت راجل وبتخاف عليا، بس ما تنساش انا بنت مين. الله يرحمه. الله يرحمه بقى. وبعدين الجدع غرضه شريف، جايبني شغلانه نظيفه اكل منها لقمه انا واخواتي، اقول له لا؟ لا اذا كان كده تمام، بس خلي بالك من نفسك يا منى. ما تخافش عليا، هي الوليه مراتك خلفت ولا لسه؟ لسه، ولولا انها بنت حلال كان زماني متجوز عليها. طب ما توديها تكشف. الله يغلبني يا منى، بس ربك بقى لما يريد. استاذن انا، احسن حد يقول ان انا قاعد معاكي لوحدي. لا وانت جذاب. مبروك يا باشا. مبروك يا منى. الله يبارك فيك. اتفضل اقعد، اتفضل. بسم الله وبركة. والله عملت الصح يا باشا. الف شكر. خش. شكله مقبل على البيت. اكيد مش جايب لها محل بحاله. هو اللي شاري المحل ده؟ حكومه وقادره. بعد اذنك. مش محتاج اقول لك انا مش عايز قلق هنا. وربنا يا باشا ما هيحصل قلق خالص. انا ما كنتش عايز اجي معايا يا باشا. اشربوا الحاجه الساقعه واتكلوا على الله. شربناها. ايه رايك يا عم سعيد؟ حاجه حلوه قوي. اتفضل هنا مع الرجاله اشرب حاجه ساقعه. ماشي. اتفضل يا ست الكل. ايه
تتجوزيني؟ تتجوزيني؟ ايه؟ عايز اتجوزك. النهارده الثانوية بتاعت ابوك يا منى. عارفة يا أم عارفة. طب يا بنتي نجيب لنا كده دستتين كراسي ونعمل له عزا صغير. ده من يوم ما مات يا حبة عيني ما خدناش العزا فيه. ما قلت لك مش هعمل عزا غير لما أعرف مين اللي قتل. يا أختي هو إحنا في الصعيد هنا؟ بقول لك إيه بقى قفلي على الموضوع ده قفلي. قفلنا. بقول لك إيه؟ صلاح جالي المحل النهارده ووشه مقلوب. قلت له إيه؟ زي ما قلتي لي راحت تقعد لها يومين عند خالها. اتجنن. خالها مين؟ ومن امتى طلع لها خال؟ وليه طول النهار قافله الموبايل بتاعها؟ لما فرملي نافوخي. انا عايزاه بقى يتجنن، عايزاه كده يقعد على نار عشان يعرف ان بنات الناس مش لعب. انا نازله افتح المحل يوم. محل ايه؟ يفرش شايفك هتقولي له ايه؟ عادي يعني لسه راجعه من عند خالي، فيها حاجه دي؟ يا اختي ده انت بنت محدش يقدرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. جيب بدري يعني يا عبد الله. اروح فين يعني؟ هو السمكري ده ايه؟ مش ناوي يخلص التاكسي بقى؟ بقى له يومين رائد عنده. ما يخلص وقت ما يخلص، ايه؟ محتاجة حاجة؟ محتاجة شغل يا عبد الله، هو أنت هتفضل قاعد في البيت كده؟ لا، أنا ما أحبش الراجل اللي يتمنى قاعد في البيت. في إيه يا بت؟ أجي بدري مش عاجب، أجي متأخر مش عارف، في إيه؟ هخلص الأكل وأروح عند أمي. يا أمك؟ ساعة ما اتجوزنا وأنت قاعدة عند أمك، تقعدي هناك أكتر ما تقعدي في بيتك. أمي تعبانة يا عبد الله، أمي تعبانة عمرها ما قالت آه. وأنا مش عارف أعمل لها إيه. مالي اكتر من كده؟ انت اداك ليتك. انت بقى الموضوع ده مضايقك في ايه؟ لا مضايقني ولا حاجه. مراتي بتدي امها كليتها وامي بتحوش غلط، الدنيا ملخبطه. ايه امك بتحوش غلط دي يا عبد الله يعني ايه؟ بقول لك يا صباح انا بخرف، سيبيني في حالي، انا مخنوق مخنوق. ايه؟ خلاص الاكل خليني اغور من هنا. خلاص يابا ارتحت كده؟ ايوه ارتحت. طالما حمار ما بتفهمش يا واد. انا خدت الاوضه الكبيره علشان احنا ثلاثه، انا ومراتي والواد الصغير. انما انت حيالله انت ومراتك يا سيدي، اما تبقى تخلف يبقى تعالى خد الاوضه الكبيره. وبعدين ده بيتي انا حر فيه. ايه خلاص يلا الغاو قول. ما تزعلش يا بليل، أنا السبب. لولا إن أنا ما بخلفش ما كانش أكلمك كده. أنا أبويا كرهني في الخلفة من أصل. أنا أخلف عيل وأقعد أزهقه في عيشته ليه؟ وأجيب عيل فين والدنيا كل مدى ما بتضيق علينا؟ الحمد لله على كل حال. يعني مش زعلان يا أخويا؟ يا بت يا بت صلي على النبي. ازعل من ايه؟ انت بكره هتروق وتحلى ديتها، بس الراجل ينجح في الانتخابات وهتشوف الفلوس بجد يا بنت. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انا يعني عايز اقول لك حاجه كده، ما تيجي نجرب القطه دي. اشمعنى؟ ابويا خلف فيها، يمكن يحصل لنا نصيب. بعد اذنك يا معلم، بابا ممكن نعلق اليافطه دي. اليافطه دي بتاعت الحاج لطفي اللي مرشح نفسه؟ ايوه يا معلم. علقها يا ابني، ده راجل طيب. بص علقها هنا كده. تذكر يا معلم، خد يافطه امسك. مش كنا مستنيين صباح لما احنا هنتكفي على وشنا كده يا اختي؟ بنت دايخه معانا، ادي احنا بنتسند على بعض. تعبت يا سعدية. الله يسلمك يا اختي. الله يا رب على عندك. ايه ده يما ده؟ اسندي علي. حسبي يما، اسندي علي. اسندي علي يا خالتي. طيب يا اختي. ليه كده يما؟ ما استنيتونيش ليه كده تخرجوا لوحديكم؟ مش قادرين تمشوا؟ اديتي يا بت. مال عليك، طب اسندي. لا يزيجي كان جه من الصبح يا صباح. يا ولية يا ولية، ما تسمي سنك اللي زي الفرقين ده حتى واحنا تعبانين.
خدوه لك يا صباح ودخليه. لا لا انا وصلت خلاص بتاعه. روحي وصلي خالتك. وبدخلك يوم؟ لا اوعي يا بنت، انت عبيطه يا بنت، كل شويه اقول لك عليها يا بنت. ماما انت قادره تمشي؟ تشطح خالتك. حطك بقى. مالك يوم؟ مع السلامه يا اختي. مالك خلي بالك. عارف اللي احنا فيه ده؟ يا بنت احنا متجوزين. متجوزين اه، بس ده بيني وبينك الناس ما تعرفش. ده لو الناس في حته عرفت دول قطعوك. وهون عليك. امال ايه اللي مصبرني؟ انا نفسي كده تتنازل عن سمعتك زي ما انا متنازله عن سمعتي في الحارة. ومالها سمعتك؟ انت سمعتك زي الفل، حد يقدر يتكلم عليك نص كلمه؟ يا اخويا انت الحاره كلها بتتكلم. بتقول ان البت منى بتحب صلاح باشا، بس لك انت رايح جاي مش قاعد هنا فما تسمعش حاجه. انت بتحبيني بجد يا منى؟ طب ما تيجي اوريك الشقه الايجار الجديد اللي انا جايبها لك، شقه على نصيتين زي الفل. يا صلاح لو بتحبني بجد اعمل لي فرح، عرفني باهلك. هو انا يعني مش زي بقيه البنات ما تعملليش فرح؟ ان شاء الله لما علق الدبور. يا اخويا لو انت امين شرطه مستعر مني، امال لما هتعلق الدبوره هتعمل فيا ايه؟ يا بنت خليكي مفتاحه، ساعتها مش هيبقى عليا تحريات من المباحث، محدش يعرف يعمل لي حاجه. صبرني يا رب. مش عارفه ليه مش مصدقاك. بكره صدقني، انت عارفه قد ايه بحبك. ده انت تلاقيك مش قايل لاهلك انك انت تعرف بنت اسمها منى، مش متجوزها. هعمل ايه؟ ما هو عز اسود. على راي امك المنحوس منحوس حتى لو على راسه فانوس. تعالى شيل معايا. يا بنتي تعالى اوريك الشقه هتعجبك قوي. لما تعرفني على امك واختك صفاء الاول. صفاء؟ مش اعرفك اللي هي اخت اسمها صفاء. ااا قريت اسمها على المحمول. وتفتشي في المحمول بتاعي ليه؟ وانت ما كنتش ناوي تعرفني عليهم ولا ايه؟ طب اقفل على الموضوع ده انا ماشي. طب تعالى شيل معايا. مش عايز يعرفني على اخته. بلاش اتعرف عليها انا وانا صغير. انت بتعيطي ليش؟ حسيت بالذنب. انت مراتي يا صفاء على سنة الاول رسول. صفاء الجواز العرفي ده زي اي جواز رسمي يعني. امال ليه حاسه ان انا خايفه؟ ليه حاسه ان انا بسرق؟ ليه بنتقابل من ورا الناس؟ ليه امي واخويا ما يعرفوش؟ ليه يا خالد؟ عشان المجتمع اللي احنا فيه عايز كده يا صفاء. مجتمع فاشل في انه يحقق ابسط حقوق. مجتمع حرمنا من كل حاجة، حرمنا نتجوز بحجة الشقة اللي مش موجودة، وحرمنا من الحب عشان خايف علينا نغلط يا صفاء. أنا مش عايزة أسمع أي خطب يا خالد، أنا عايزة حل المشكلة اللي أنا فيها. نفسي أمي تاخدني في حضنها وتقولي مبروك. نفسي أخويا يعرف. نفسي اخلف يا خالد، مش خايفه اني اخلف. ابوس ايدك شوف لي حل المشكله. طب اهدي بس يا صفاء، اهدي، انت مش مظبوطه دلوقتي، اهدي ونتكلم بعدين. لا بعدين ولا قبلين، انا ماشيه. شفت الخيبه اللي انا فيها؟ اتجوزك وسايبك وماشي. النمرة دي. الو الو،
أنا اسمي منى، زي ما تقولي كده يعني خطيبة أخوكي. إيه؟ هو صلاح طبعاً هيقول لكم على الموضوع، بس تلاقيه مأجلها شوية لحد ما ياخد الشهادة. أنا قلت يعني إحنا بنات زي بعض وأكيد هنفهم بعض. طبعاً أكيد. أخيراً صلاح عرف واحدة. بجد أنا مش قادرة أقول لك أنا قد إيه مبسوطة. بس بقول لك إيه، أنا لازم أشوفك. لا لا طبعاً ما تخافيش، مش ممكن يعرف. بكرة لو عايزة. ماشي. سلام. طب ولو عرف إنك كلمتيها؟ ما يعرف. هو فاكر يعني جوزنا كده هيفضل سكتي؟ يا ضنايا الراجل شريكي ما تضيعهوش من ايديكي. مش هيضيع يا اختي، اطمني اطمني، ده لبدلي. ده انت في حياتك ما عملت الحركات دي مع راجل، مش عاجب المره دي، ايه اللي حصل لك؟ والنبي يا امه سيبيني سيبيني كده العب اللعبه دي على رواق. والنبي يا اخ شوف لي كده صلاح سعيد نجح. ايوه نجح وجاب جيد كمان. متاكد؟ ايوه نجح. رد بقى، ده انا عايزه افرحك. هو ما ترد. ايوه ايوه مين يا اللي بيتخبط؟ مين؟ يا ايه صلاح؟ ايه صلاح ما انت معاك المفتاح يا معايا المفتاح بس مفيش مزاج افتح، لازم كل البيت يصحى. انا نجحت يا امه، نجحت يا ام صلاح. نجحت يا اخويا. ألف بركة يا حبيبي، ألف بركة. صلاح بيه يا بنت، يعني تقف انتباه وتديني تحية من النار. تمام يا حضرة الظابط. يا ما أنت كريم يا رب، الله التصبر خير يا رب. تقدير جيد، مش زي ناس. قصدك إيه يعني؟ كل ده عشان جايبة التقدير الشعبي؟ أنا النهاردة ملك إيديكم، اطلبوا اللي أنتوا عايزينه، أكل، شرب، لبس، مصيف، اطلبوا. إن شاء الله يخليك لينا يا حبيبي. بقول لك إيه؟ عايزك بقى تفكر في الجواز عشان تبقى الفرحة فرحتين. ان شاء الله يا ام، بس لما ابقى نقيب بتعيلي انت. ربنا يخليك ليا يا رب. قولوا لي بقى عايزين ايه قبل ما ارجع في كلامي. انا عايزه 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ماشي، النهارده تكون عندي. وانت يا حبيبي؟ وانا يا حبيبي عايزه اشوفك كده لابس البدله الميره علشان املى عيني منك يا ضناي. ان شاء الله يا ام. الو. ايوه صفاء. ايوه يا منى، ازيك؟ صلاح نجح. عرفنا ان هو نجح، لسه مبلغنا حالا. هو لسه جاي. وبعدين يعني مش هنقضيها تليفونات كده، خلينا نشوف بعض. ايه ده، معقوله النهارده؟ يا اختي مش معقول. ليه؟ مش هبقى مرات اخوكي يعني؟ سلامي لحضره الظابط. مع السلامه، باي باي. صفاء. الله، شكل حلو في البدله. طبعا زي القمر، احلى ظابط في الدنيا. الله يخليكي. ايه ده، طب هتقلعها ليه؟ ما ينفعش البسها دلوقتي، هلبسها ساعه التخرج. طبعا انا معزومه. اول واحده انت وماما طبعا. انت مش هتعزم حد تاني؟ طبعا هعزم كل اصحابي في الاسم، كلهم جايين. لا انا مش قصدي اصحابك في الاسم. خد علقه دي جوه. حاضر. انا مش قصدي اصحابك في الاسم. من مين؟ يعني حد يهمك. زي مين يعني؟ قولي لي اكون ناسي حد. هي واحده. واحده؟ خالتي هدى هعزمها طبعا. لا خالتك هدى ايه؟ انا بتكلم عن منى. منى مين؟ منى خطيبتك يا صلاح اللي انت مخبي علينا. ايه صلاح مالك في ايه؟ انا كنت فاكراك هتفرح. انت تعرفيها منين وقابلتيها فين؟ ولا حاجه، هي كلمتني في التليفون وانا نزلت قابلتها. وانا طردتهم في البيت؟ تخرجي من غير اذني؟ تروحي تقابلي واحده ثوابي من غير ما تقولي لي؟ ثوابي دي بتقول انها خطيبتك. كدابه، دي بنت ربط. انا كانت تصعب عليا يعني بعطف عليها؟ دي بنت تاجر المخدرات اللي انا موتته. يا نهار اسود، طب انا اعرف منين؟ عشان حماره وغبيه، عشان لما واحده تكلمك المفروض تيجي تتصل بيا وتقولي لي ايه اللي حصل. انا هخطب واحده زي دي؟ ما شفتيش منظرها؟ لبسها؟ انا شايفاها كويسه قوي. وانا بقى هوريها وهوريك انت كمان. ولما تيجي امك عايزه اعرف ازاي انت خرجت من غير اذن. ايه يا منى؟ انت نسيتي نفسك يا بت؟ عايزاني ارجعك السجن تاني؟ في ايه يا صلاح؟ مالك؟ مش بقولك نسيتي نفسك؟ اسمي صلاح باشا. مالك ومال اختي؟ بتلف عليها ليه؟ انت فاكره لما تعملي كده هعرفك على امي واختي؟ ولا هدخلك بيتنا؟ دي يبقى بتحلمي لما تشوفي حلمة ودنك. ولا تكوني فاكره لما بطلع اقعد معاك شويه في البيت؟ بتطلع عندي تقعد في البيت والورق اللي بيننا؟ الورقه دي بقى تبليها وتشربي ميتها.
ايه لامي واختي يا منى؟ ابعدي عن طريقهم، هفعصك يا منى زي السرطان تحت جزمتي. مش كفايه ان انا فاتح لك محل ولميتك من الشارع بتصرفي انت وامك واخواتك منه؟ ما تحمدي ربنا بقى. لا يا اخويا ما تزعلش نفسك، المحل بتاعك اهو والبضاعه بلحة. صاحب المحل اظن عارف مكانه فين، ابقى اطلع له وقطع العقد، اصله بيخاف منك يا حضره الضابط. شغل الرقص ده ما تعملش معانا يا بنت، لمسح بكرامتك الحاره. انت والمحل وصاحب المحل تولعوا بجزوزك. اللخت يا منى. الو مين؟ ايوه يا باشا بتاع الحكومه، روح شارع العرايس نمرة 40 شقة 5 وشوف الأنسة أختك بتعمل إيه. أنت مين يا بنت ال... ألو أما يا أخويا في إيه؟ مالك؟ صفاء في إيه؟ صفاء بقت عند خالتها. مش هناك البنت، مش هناك وتليفونها مقفول. صفاء في إيه؟ أنا عارفة بقى، حقل بقى ما كان زمانها جاي. فضلت تدلع عليها لغاية ما ضيعتيها يا أما. يا لهوي صلاة، ولا هي صلاة في إيه يا صلاة؟ يا حبيبتي يا بنتي، لا خالص، استني اروح اشوف مين. قتيل وتمشي في جنازته؟ ما انت قتلت ابويا ومشيت في جنازته، هي اختك احسن من ابويا. انت انت تعملي فيا انا كده؟ اشرب يا صلاح وبكيف. ابوك كان عايز يقتلني، ضرب عليا نار. المسدس كان صوت. من ايش عرفني؟ انا قتلته وهو بيصلي؟ ابوك كان تاجر مخدرات وانت اكتر واحد عارفه. انا كنت بقضي واجبي. وانا كمان كنت بقضي واجبي. اختك صار عمايل في عيلتكم، ما اقولكش اسيبك مغفل. انت ازاي كنت قادره تقولي بحبك؟ اه دي بقى الحاجه الوحيده اللي عمري ما ضحكت عليك فيها. كنت بحبك، بس لما عرفت انك انت اللي قتلت ابويا قطمتها. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منك. انت ضيعتيني. انت اللي ضيعتيني. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ جاي تتفرج عليا وحبل المشنقه حول رقبتي؟ عايزه مني ايه؟ جاي اتفرج على اللي يتم اخواتي ورمل امي وحرمني من احلى حاجه في الدنيا. عارف هي ايه؟ ابويا. عارفه انا نفسي فيها يا منى؟ أشرب من دمك. بالحق يا صلاح، البدلة لايقة عليك. هي صح من غير دبورة بس حلوة. مبروك. سلام. قول يا معلم، نص الخمسين جنيه دلوقتي، والنص ده لما تيجي تنتخب فوق، بس هتنتخب لطف. خدك من حمزه ده خالص، وانت شرط. خد يا سيدي امسك اديله اي خدمه. ماشي تمام بكره تيجي تاخد النص الثاني على طول. ماشي ايه ده؟ خلاص ايه ده؟ ايه ده؟ اسمع انت هو اسمع يلا مش الرئيس تيجي بكره طبعا خيط وحش ولا تقدر بلعك قلبك قادر يا باشا يلا رجاله